زيارتي للنشف الأشرف اليوم هي زيارة يعني كنت أحلم بها من زمان. اليوم جئت إلى هذا الصرح العظيم، إلى هذا الصرح الذي يؤمه ملايين الناس، جئت لأشعر ما يشعر به هؤلاء الناس. حقيقة أنا تحت تأثر كبير أن تزور مرقد هذا الرجل العظيم الإمام علي بن علي طالب عليه السلام، تخرج من هناك وأنت تحمل في رأسك أفكارا تتلاطم كثيرا. حقيقة أنا أحيي أهل النجف، أحيي كل هؤلاء المؤمنين، لأن ما تتأثر به أكثر من أي شيء هو مشهد هؤلاء المؤمنين وهم يزورون هذه العتبة المقدسة، وهم يزورون مرقد الإمام علي عليه السلام. فهذا منظر مشهد أعتقد أنه يعني غير موجود في أماكن كثيرة في العالم. أشكر إخواني الصحفيين والإعلاميين، أتمنى لكم، أتمنى للنجف الشريف، أتمنى للعراق دوام الاستقرار ومزيد من الازدهار إن شاء الله.